يواصل الحجاج التشاديون في أداء مناسك فريضة الحج، كما أن وصول الحجاج التشادي إلى الأراضي المقدسة لا زال يتواصل عبر الخطوط التي خصت لهذا العام. علي فاضل القديركي. مئات الآلاف من ضيوف الرحمن يؤدون اليوم صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف، ثاني أقدم موقع في الإسلام بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة، والذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، حيث امتلأ المسجد بالمصلين منذ الصباح الباكر، وشهدت أرويقته وساحاته وسطح المسجد أعداد كبيرة من الحجاج والزوار الذين توافدوا لأداء صلاة الجمعة بالمسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم. الحجاج التشاديون الذين أكرمهم الله بصلاة الجمعة في هذا المسجد العتيق عبروا عن فرحتهم بالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمد الله ونشكره، ربنا جوابه ووفقنا وجابنا في المحل اللي زاره، والله نحن سعداء نحمد أي مسلم الله يجيبه. أول حاجة نسأل الله رب العرش الكريم أن يتم لنا العافية والسلامة والأمن والاستقرار، وأن يهل مشاكل نجاد الأسى هالية دي كلها. نحمد من الله ويرفع أيدينا، الله يسهل علينا والله يقدم بلدنا قدام، وهذا مطلوبنا. ونشير بأنه لم يتبقى إلا ساعات، ويتوجه كل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.